أشارك هذه الليلة في الزيارة التضامنية مع والد الشهيد السيد هاشم السيد سعيد. هذا الإنسان تعرض للظلام عدة مرات، أول مرة بقتل ابنه شهيدا بغير ذنب، الظلام الثانية بعدم اعتقال القاتل ومحاسبته. وعندما طالب والد الشهيد بالقصاص من القتلة تعرض للظلام الثالثة باعتقاله عدة مرات، والظلام الرابعة بإيقافه عن العمل. مع كل هذه الظلامات كان أبو الشهيد دائما الابتسامة، كان صلبا قويا مصرا على المطالبة بالقصاص ممن قتل ابنه. إننا في زيارتنا هذه إلى منزل والد الشهيد لنعبر عن شجبنا واستنكارنا ورفضنا لما تعرض له والد الشهيد من ظلام. نعلن تضامننا الحقوقي والإنساني والاجتماعي مع هذا الرجل، هذا الرجل الذي قدم أغلى ما يملك من أجل حقوقه وحقوق شعبه، قدم الكثير لهذا الوطن. اعتقل وحكم عليه بالسجن ليس لشيء، وإنما لمطالبته الحثيثة من أجل الوصول إلى حق ابنه وحق هذا الشعب. كنا نتمنى ونطالب بأن يحاكم ويقدم للعدالة قاتلي أبنائهم، ولكن وجدنا العكس، بأن يتم الحكم عليهم ويتم مطاردتهم دائما بالاستدعاءات إلى أن تم الحكم على والد الشهيد السيد هاشم بثلاث أشهر لتعبيره عن رأيه، وكذلك والد الشهيد علي الشيخ بحكم قاسي جدا 3 سنوات لتعبيره عن رأيه. بلا شك ونحن نقوم بهذه الفعاليات والزيارات التي يشارك فيها آباء الشهداء والأخوة الحقوقيين والنشطاء وبعض الشخصيات من أحرار هذا الوطن. نفتقد في هذه الزيارات هذه الشخصية، وهي شخصية والد الشهيد السيد هاشم، وكذلك رفيق دربيش والد الشهيد علي الشيخ. اليوم احنا يعز علينا ابتعاد الشخصين وبقائهم خلف قضبان السجون. لا نملك في هذه اللحظات الا ان نقول نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الفرج. وهذه الزيارة اليوم هي زيارة لتوطيد أواصر المحبة بيننا نحن جميعا.